ما شاء الله تبارك الله، شغل سمح ومخدوم عليه، وش خسارة فيه الخمسة؟ والله اتفضل. اي الله يبارك فيك، ما شاء الله تبارك الله، اللهم صلي على النبي، ما شاء الله. شغل سمح، هذا انتوا اللي دايريننا ولا لا؟ نحن اللي نخدموا فيه. ما شاء الله تبارك الله، انا عجبني هذا ونبي منه 60 طرف. 60؟ اي نعم، هذه في منها حومته 30 طرف. ذا كان تبي منها 60؟ تصبر علي، راح ياخذ وقت، نرجو كم يطولش، بس لو كان الخدمه تاخذ وقت تقعد مشكله، ربي ما يجيب مشاكل. تو نصر صاحب الرزق هو اللي يقول لنا كم تبي يوم. اعطيه اللي يريده وبش ما يدفع عين مبروك، وما تقصرش معاه بكل. كبر مقدارك. الله يسلمك يا الطيب. يبوا من هات 60 طرف، واللي عندنا هنا ولا في المخزن حومته 30 طرف. باي وش عندك الهم من حل؟ الحل اللي ندس الطرف هات يخدمون نفس 30 العقبات. باي واهي الامور ماشيه والحمد لله، وين المشكله يا مبروك؟ المشكله في الوقت. لا يا راجل ما تاخذش وقت، كلها 4 5 ايام وحاجتك تقعد واتي يا طيب. كان 4 ايام ولا 5 كويس، على ما بعت الصوف وخذيت رب وتمر يقعد هذين وتيات. صوف منين بلا مصغره؟ من جدابيا. مرحبا بجدابيا وعرب جدابيا. رحبك يا سيدي. مرحبا مرحبا. رحبك، قول خاطري متلاقينا وياك. والله اكيد ما يخلاش الامر، ارض الله واسعه، واكيد متلاقين في شي مكان. كان صدقني الله متلاقين في وادي الباب. وادي الباب؟ واش يريد يشيننا وادي الباب؟ نحدي هانا نجدابيا، وادي الباب لا نعرفه ولا عمري حقيته.
ما نسمع به غير السمع. كأنك شطف. استغفر الله العظيم، ما شطتش أنا. هاي تفضل على الشاي. يبارك فيك. ملحوق عليه الشاي الساعة نشربوها. بعد 5 أيام الساعة نبرم عليك. إن شاء الله إن شاء الله. السلام عليكم. عليك السلام. وعليكم السلام والإكرام. يا مرعي. نعم. وين موسى الأيام مختفي علينا؟ موسى وين اثنين تحقق وخالتنا كانز تبرم فيها السوق. كانز؟ نعم. ومن هي كانز هذه؟ كانز هذه يا راجل العزوز كرمك الله اللي يجر في حمار ودير فوق منه شجرة تبيع لها الصبايا. في حد يهرب من خالته؟ وين الراجل موسى؟ وعليش يهرب منها؟ خالتي معيانة يا راجل طقة طقة يجرك الله منها. والله ما تبحث بصير وما تنزلها يا الهبل. شنو تقول انت؟ شنو تقول؟ ما قلت لك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف حالك يا محمد؟ الحمد لله. نبيك تلم لي التجار سوق جديد كله. حاضر. هاي نرجعك في السقف. حاضر. مش قلت لي حتربي كل من شاف روحها تكسر الخشوم اللي يرتفعن علي؟ أنا قلت. نبيها اليوم، اليوم. الصبر، الصبر يا الراحي. أين اليوم؟ تنقد عليك العرب، خليها كم يوم وبعدها ساعي. اخ والله ما تريح. ننذل عين ونكسر عين. صار يا روحي صار. اسمع. نعم. انا مني المال وانت منك الدبارة. شوف الجماعة خليهم يديروها اليوم. اليوم هف. صار الكلام تم. بعد الواحد يريد حاجة وما يقدر يطولها يدير اللي ما يندار. اي والله استغفر. ومعش يقدر يفرز بين الحلال والحرام. صح. ياكل الحرام ويوكل لغيره. لا اله الا الله. لا اله الا الله. والعطابة تزيد لما يقعد ربك فتحها عليه وتقعد عينه في اللي في يد غيره. لا حول ولا قوة الا بالله. اشهد بالله ما قال فمك الا صادق يا ابي حمد. صدقت يا حنان. اي والله. ردني نشدك انا. لما الواحد يقعد متاع رشوه تقدر تامنون قريتكم؟ لا وش تقصد يا جاد؟ ردوا علي يا جماعه الخير. لا ما نمنو رشوه ونمنو ابدا. سمعنا كلامك يا القاضي. احكي يا حمد. احكي. شوف يا جماعه الخير، اللي يعطي من رزقه باش يقلب الحق بالباطل والباطل حق، شنو تقولوا عليه؟ لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا قوة الا بالله. هذا ذمته فسدت وما عادش فيه ثقة. اي والله ما عادش فيه ثقة. نعم والله صدقت. احكي احكي يا حمد شنو فيه؟ جيب مزورة القمح وقفة التمر يا محمد. حاضر يا شيخ احمد. حاضر. خير ان شاء الله. شنو فيه يا جيد؟ خير ان شاء الله. فين المزورة؟ يطلع الكلام مني. مجبورة ما تخبط اللي بشر. والله ما عادش عرفنا شيء. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شو يا حمد؟ وش دوتنا ذي؟ هذا مرعي يا جماعة الخير. لا لا لا. يريد يقعد شيخ بفلوسه. ها؟ لا لا لا. أنا مانيش قاعد في البيت. جاء في غيابي.
وجاب اللي قدامك. حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. وقال عليه الصلاة والسلام: لعن الله الراشي والمرتشي. حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الرشوة حرام، حرام يا مرعي، الرشوة حرام، حرمها الله ورسوله. تنكر يا مرعي، تنكر انك جبت الكفاف هذين الحوشي. يا جماعة، انا اللي حطيت القفة التمر ومزود القمح عند بيت القاضي يا جماعة. انت يا موسى، لا حول ولا قوة. وشنو زرك عليها يا موسى؟ شنو زرك عليها؟ مديت يدي الرفيقي عشان نبي نساعده بالرشوة. بالرشوة ساعده يا موسى. حب عليك يا موسى. الله يهديك يا موسى. الله يهديك. طب رايك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي. لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الكريم. نكني اليوم شكلي خديت برد من رايحتي للشعير امبارح. لازم نغلي كمون. مرحب بوليدي، مرحب بسعيدي. عادي غيرت بشك عادي ما حطيت لك الغداء. محمد صبي معايا يا رابح. لا حول ولا قوة إلا بالله. صبر الله. لا حول إلا بالله. الرشوة حرام يا عرب، بأي شكل الرشوة حرام يا عرب. يا عرب يا هو تبش واش؟ خلونا نفهم واسيري وين ماشي. اي والله صحيح. كلام واحد، الكلام واحد يا جماعة الخير. اللي يغلط ضروري يتعاقب. صحيح. الكلام الكم كلكم، الكبير قبل الصغير، ولازم كلكم تعرفوا الكلام هذا. اي والله صدق. اليوم في العشية في تعزير ان شاء الله، وكلكم حاضرين اهل القرية. لا حول ولا قوة الا بالله. Thank you.
مش من حقك يا القاضي حمد. لا يا شيخ، لا اله الا الله. من حق القاضي يعزر. استمع يا الحاضرين. نعم 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 نعم. الدين يرعى خمسة ويحافظ عليها، يحفظ الدين، يحفظ النفس، ويحفظ المال، يحفظ النسل، ويحفظ العقل. العقل. نعم نعم صدقت. الدين منع وحرم وجرم كل شيء يمس الخمسة. تعزير يا عرب يجي تأديب ويجي تربية وعدم سقمة، تمنع المعذر يعود الخطاه، وتمنع اللي يفكر يمشي ممشاه. القاضي ما يمكر في موسى ولا في مرعي ولا في فلان وعلان. القاضي ما يتبلع لحد. القاضي هذه خدمته ولازم ما نكون معاه. أعطي فرصة ثانية يا قاضي. هل عيوننا عرفن؟ وهل وجه مر علي واجد؟ مش حنعرف مشبه عليه والله شايفه، إلا لو تذكرت المكان اللي ريته فيه كويس. وش صار وقت؟ لا يا الله عشان لا مش معروف. يا الله يا رب. اصبح له اصبح الملك لله. محجوب، شو قاعد تدير هنا يا محجوب؟ العرب كلها مرقدة وانت قاعد مطنبر هنا بروحك. هالخبر مش خبر لك بيه، لا في مكان تخش له ونشوفك فيه الا وبعدها كاينة. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
غاب عنها عقلها غاب عنها عقلها فتت موازي أمرها دون الدفى في جمرها عقلها كي غاب كي غاب